الموجز الاقتصادي من القدس دوت كوم، أهلا بكم. أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم دعم الغرفة لقطاع الأعمال في فلسطين وسعيها إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الكويتية الفلسطينية، وشدد الغانم على أن الغرفة مستعدة للتعاون وتسخير إمكاناتها المتاحة للمساهمة في إنجاح زيارات الوفود التجارية من فلسطين وإتاحة الفرصة لهم للقاء نظرائهم من الكويت. تشهد الحدود التركية السورية انتعاشاً اقتصادياً سببه أعداد النازحين السوريين إلى أراضيها هرباً من الحرب الدائرة، ويعود السبب إلى الروابط الأسرية التاريخية التي تجمع سكان شمال سوريا بأهالي تركيا في المناطق الحدودية. يسعى الاتحاد الأوروبي ليصبح أكبر مصدر للقمح ليتجاوز الولايات المتحدة، حيث ساعد ارتفاع أسعار الشحن للموردين من الاتحاد الأوروبي على تجديد قبضتهم على الأسواق القريبة في الشرق الأوسط وزيادة المبيعات لآسيا. ويهيمن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وروسيا حالياً على كثير من الأسواق التي كانت تعتمد فيما مضى على الولايات المتحدة. سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في تعاملات اليوم الخميس بدعم من تراجع الدولار بعد تلميحات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. وواصل البلاتين والبلاديوم المسار الصاعد ليجري تداول المعدنين النفيسين بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع، مع مؤشرات على استمرار إضراب عمال المعادن في جنوب إفريقيا المنتج الرئيسي للمعدنين النفيسين. وأخيراً أسعار العملات مقابل الشيكل. أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.